السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موقع جميل جدا بالذكاء الاصطناعي، في مثلا انت تصمم الموقع بتاعك بكل سهوله، بتسحب الكلام تحطه، تسحب الصوره تحطها، لو انت عايز تحط زرار، كل اللي انت عايزه بتعمله في ثواني، تمام. وتقدر ان انت تبدا بمجاني او تبدا تدفع فلوس لو انت حابب، الشهر تقريبا 2.5 دولار. يعني طيب، في منتجات تانية كتيره، ده الويب سايت، في اونلاين ستور، تقدر تعمل متجر بتاعك وتبيع الحاجات فيه براحتك، تمام، وسهل جدا يعني، ما بتكتبش كود خالص. في برضو اي اي رايتر، الذكاء الصناعي يكتب لك الكلام، تديله بس انت الموضوع اللي انت عايزه هو يكتب لك. يعني مثلا انا عايز اعمل حاجات دعايه المطعم، تمام، وحاجات خاصه مثلا ان هو في مخبز، تمام، فتلاقيه ان هو عمل لك حاجات كتير جدا، تقدر تاخدها كوبي بيست، تعدل فيها شويه حاجات بسيطه وتحطها على الموقع بتاعك. في لو انت عايز تحذف الخلفيه، في لو انت عايز تعدل في الصور، في تكبر الصوره من غير ما تفقد جودتها، عايز بتالف اسم المحل بتاعك، عايز تعمل موضوع تحطه على البلوجر بتاعك، عايز تعمل لوجو، كل الكلام ده بالذكاء الصناعي ببساطة. لا بتكتب كود ولا بتعمل حاجة خالص، مجرد بس ايه، تديله اسم المنتج بتاعك، حاجات بسيطة خالص، تلاقيه عمل لك اللوجو، تمام. بيقول لك اختار اشكال اللوجو اللي انت حاببها، هيعمل لك طبعا حاجة تانية مختلفة، بس يعني مبدئيا يعني الشكل، ان شكل القريب منك، اللون مثلا، اللون دوت. طب الشكل، تقدر بقى تعدل اشكال كتيره ممكن تختار فيها. هو الموقع فيه شويه مزايا حلوه خاصه بتصميم الموقع والصور والكلام اللي هيتكتب وكل حاجه.